صلاتهم إلى يوم الجمع والدين. أول حاجة أنا جيت واقف هنا ما بيها معنى إنه صوفي ولا داير أرد على الكلام ده، عندي نقاط معينة داير أوضحها. بس بسم الله تجيت ونزلت آلات كنديد دربوكة هنا شغالة، واحد بدأ تلا الآيات عديل الدربوكة شغالة، كمل الآيات الدربوكة شغالة. في زول بيجي بيقرأ قرآن في محل منكر، يجي يقرأ قدام المنكر كده والمنكر شغال. بس انا داير انه اثبت الحتة دي، بس اثبتها لي صح ولا ما صح؟ تاني حاجة يومي على الله الناس دي بتجيب الكتب دي وتقرأ، وها دقيقة هسي الزول ده رفع الكتاب ده اتكلم وعمل له كده، اول صفحة في الكتاب ده بسم الله الرحمن الرحيم، في زول بيرمي اسم الله في الوطا كده، ده اول صفحة في الكتاب ده تفتحها تلقى بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت ما عندك شغل الصوفية دي زهجان منهم، ما تزهج من اسم الله ده، اديه حقه. أحرق الكتب دي ما تجدع كده، تجدع قدام الناس وتستهزئ بها. تاني حاجة انت عندك العدة والعتاد، قلت عين الدقون دي، الدقون دي دار تسوي بها شنو يعني؟ دار تهاجم بها ديل الناس ديل القاعدين هنا في الصبة ديل ما جايين يضحكوا ويتونسوا، تقول له الصوفي الأخضر الهناية الشايلة بجنزير بيضحك بس، هديته كده يعني؟ ما هديته والله. هادي ناس الدربوكة دي اللي التاسي كان بتهدي، هنديل لهم ناس الدربوكة كانوا شغالين طقطقوا قنعوا فاتوا، انت ما افدتهم بأي حاجة، انت زول دعوة جاي تعدعي والله جاي بس تونس ناسك دي، لسي ما جيت ونستهم بس. انت كان عندك العدة والعتاد، هنداك له البرعي وهنديل له الكباشي كما ادى جنا كم زار لناس، دار تدعوه انت مش دار تبين الباطل ما تمشي له كلامك، هاي صاح وعين العالم شيله، وقول له يا زول قول خش زريبت الكباشي دي اتكلم، قول له يا ناس كلامكم اللي بيسووا فيه ده غلط، ما تجي للزول اللي قاعد في الصبة ده تقول له ده لابس اخضر وراسه زي الجرجير وده يضحك وانت تضحك، الدين ده ما جاب ولا الضحك بس. من البداية يجي الزول يمسك لك المايك ده ان احنا وكلام ده ما صح، هندل له يا ناس الدربوكة يا ناس الدربوكة، انت بتنادي فيهم بس. قلت انا سدر ابوك بيجا خشيت الصوفيه، وينو شايف زول لابس اخضر هنا دار تدعي، وين الزول اللابس اخضر؟ انت ما داير تهدي، بتهدي فينا انا ولا بتهدي في الزول اللابس اخضر؟ شوف ليك زول لابس اخضر اقعد جنبه قول له يا زول لبسك ده شين، الكلام ده ما صح، الصوفي الذكر كده قول له ما صح، ما تقول لي انا ما بعمله. هندل الواحد هنا ده خالطه ماسك امسك في يده يحنك فيها، انت بتتكلم بيجا امشي اقعد جنبه اتكلم معه بالراحه اقول لك كلامكم اللي بتعملوا فيه ده ما صح. تيجي تقول لي احنا عندنا قروش عندنا دقون، ده ما استهزاء براسي خلاص، كيف يعني ما دار اتكلم انا؟ خلي اتكلم وخذ راحتك اتكلم. ها قاشر وخذ راحتك. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد الشاب ده ذكر مجموعة من النقاط. النقطة الأولى قال النوبات شغالة والدربوكة شغالة، واحد جقر القرآن، الكلام ده من وين وكذي؟ انت مش اقرا القرآن بتلقى الكلام ده موجود. قال تعالى وأن أتلو القرآن، وقال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال سبحانه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. في التفسير قال ابن عباس رضي الله عنهما وأنتم سامدون، قال السمود عند أهل حمير أي الغناء، أي يقال يقول الرجل لجاريته غني لنا، رسول عليه الصلاة والسلام بيطلع الصفا، لما يطلع الصفا يبلغ الدعوة وينذر قومه، هم بيجاي بيدقدقوا تل 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 تل. الله قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. دي واضحة، دي انتهت. واحد اثنين قال أبدقون وما دقون ونحن جاهزين وما جاهزين، انا ما جاينا شكل الناس يا شيخنا، بعدين نحن الناس القاعدين ديل في الأقوى مننا وفي الأعتى مننا وفي الأكثر مننا ويمكن في العند الله أفضل مننا،
موجودين الآن. والله لا جينا نشتمون، لا جينا نيدعهم في البحر ولا يدعونا، جئنا لنبلغ دعوة الله تعالى. وصدورنا رحبة، هذه تدخلت هنا دي تكلمت إلى آخره، وأبو دقون وما دقون إلى آخره الكلام ده. يا أخي فهم الكلام تماما، أنت ما تتضايق. الناس دي الدقون دي اللي أنت حارقاك دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشوارب، واعفوا اللحاء. والحديث ذا ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى صاحب المحلى، عالم من العلماء المعروفين المشهورين، قال يجب وجوبا، ما سنة مستحبة ساي، يجب وجوبا، قال يجب أخذ شيء من الشارب وترك اللحى. قال تخلي الدقن واجب، وتهبش الشنب اللي بياكل معاك ده قال لك تشيل منه، الشغلة دي واجبة شرعا. والشباب ده المتحملين، احنا لا قاعدين نقول لهم أنصار السنة قالوا، ولا قاعدين نقول لهم محمد بن عبد الوهاب قال، ولا فلان قال، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين في منكرات في الكتب دي جو بينوها، انت هسي الكلام ده ما حارقك. زول يقول انا الجليس، انا الجليس على العرش المحيط كما احط بالغيب تفصيلا واجمالا. الكلام ده كله ما حارقك، دي نقطة من النقاط. النقطة البعدة قال تيدع الكتاب ده، انت زهجان، قال الكتاب ده فيه بسم الله، خلاص دي دار تكفروا بها ولا دار تزعل منا؟ الله قال عن موسى عليه السلام: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وقال عنه: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الألواح دي فيها شنو؟ أمي شقر التفسير. الألواح دي فيها آيات الله من التوراة وفيها كلام الله، لكن ده الغضب، الزول لما يطغى شعل عقله ويفعل شيء لا يؤاخذ به، دي أفهمها شدة الغضب في الطلاق، عشان بعد تمشي تزوج ما ترجع المرسة، أنا أديك فائدة فقهية في الطلاق. قالوا إنت لو طلقت مرتك من الغضب، قالوا الغضب ده ثلاثة أقسام. قالوا قسم اسمه الإغلاق، الإغلاق ألا يعرف أهو في السماء أم في الأرض، يقول طالقة وبس زهجان وغضبان وبس دار يتفكى وما مركز في الكلام، دين الطلاق ما بقى. النوع الثاني يكون واعي وعارف دي الطلاق بقى لكن غضبان. النوع الثالث وسط، دي بعينه للزول، إن كان زول مسؤول دي ترجع إليه زوجته، وإن كان غير مسؤول وهو يعني منحرف ولا يعبأ بهذه الأمور، دي بحكمه على الطلاق. دي كمسألة أجاب الطلاق للعلاقة بتاعت الكلام دي شنو؟ إنه الإنسان مرات بتجي أشياء على عقله، بيعمل أشياء وهو لا يشعر بها، عشان كي الرجل من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والرسول عليه الصلاة والسلام انتمس له عذرا فقال: أخطأ من شدة الفرح. الزول الذي الجدع الكتب دي، كتب فيها كلام فارغ، ما فيها كلام فارغ، أقرأ لك ثاني، كلام باطل وكلام تزكية للنفس وكذي، ولكن تجوا تشتموا تجوا تعملوا هون، يخشوا جوا هنا يشتمونا، نحن نرد على السجنة ده. تكلم هنا لا جاب آية لا حديث، جاب آية جاب حديث، واحدين بغادي جايطين وزعلانين وكذي، ده دين أوعك تخش هنا ساي. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. النقطة الرابعة والأخيرة، الناس دي جزاهم الله خير قاعدين في البرد ده، خلوا البنات، خلوا الدلوكة بغادي، خلوا التبرج، خلوا أي شيء، جو قعدوا هنا. المسجر طفز جارته قاعد يسمع علينا، جات أشياء مضحكة ضحكوا فيها، خلاص دارت تحمض عليهم وتمسخها عليهم. هسي ده ما كلام مضحك، هسي أنا أجيب لك كلام ما بضحكك، كان مضحكتها عندك صامولة مفكوكة، أنا مش راجع والله. كتاب من الكتب هذه، كتاب من الكتب
اسمه كتاب الطبقات لمحمد وضيف الله، قال في ترجمة خليل الرومي، قال عنه: من كرامات خليل الرومي أن رجلا أتاه فقال لو، قال: وأصله دنقلاوي. نحن ما عندنا مشكلة مع أي قبيلة والله الحمد، هذا أخواننا ديل الموجودين، والباقيين برضو أخواننا كلهم تلقاهم منوعين، ده جاي من كذا، كلنا جمعنا الدين ده، والله يجمعنا في جنة يوم القيامة كلنا، مش نحن ناس معينين. أفهم الكلام؟ خليل ده الرومي ده قال وأصله دنقلاوي، من كراماته أن رجلا أتاه فقال: ضاعت لي خادم، شردت لي خادم، وبيكتبها الدارية مرات. قال الخادم دي شردت حقتي أنا، أها شوف لي وين ليها سنة. فقال له الشيخ، الشيخ قال له شنو؟ أحضر برمتين مريسة، مكتوبة كذي، هو عقد كوري في كتاب طبقات والضيف الله لمحمد والضيف الله، قال: أحضر لي برمتين مريسة وبصلتين وديكا خصيا. انت أسئل الكلام ده بخش نافوخك ده. قال برمتين، البرمة دي يا ناس، البرمة دي قدر أكبر من الجردل، حاجة مكة أبرمة بتقدر تتم، قال مريسة، قال برمتين مريسة وبصلتين وديكا خصيا، برمة مريسة، قال جاب له برمتين وجاب له ديكين خصيين، جاب من وين يا تدواجن عليم ربه في ديك خصي؟ انت الكلام ده مضحك الزول. وجاب له بصلتين، قال: فقال له فصف المريشة وشربها هو وضناجلته الذين معه، قرطعها كع كع كع. بعد ذاك قال له، قال له: شيل الشجر، امش في طريق الشجر. مشى في طريق الشجر، قال: فرأى البنت وهي تدلدل، قال: قربتها على وجهها عندها حبال القربة، قال مدلدلة، لقى بعد سنة بيت رايحة، جابوها ببصلتين وديكين والباقي تم براك. أنا قلت لك في البداية، فهمت الكلام؟ صفحة 198، عشان أنا أختم لك، أنا ما دعنا ساير بالناس، صفحة 198، بديك فرصة أنت برضو، صفحة 198. قال من الكرامات الشيخ، قال موسى بن يعقوب، عشان ما تسخر بالناس اللي بيضحكوا دين، تقال ليه بيضحكوا مجاملة لنا مع كلام مضحك، ناس فيهم خير والله أنا متكيف منهم، موحدين ونحبهم في الله، جد القاعدين ذيل ليه؟ لأنهم موحدين نحسبهم والله. أنت محروق ليه؟ قال ما تناقشوا يا مجاهد، مجاهد ما تناقش أي زول، أي زول اللي جينا يدينا نديه فرصة، لا من شاكل لا من نظار، ندي فرصة إن شاء الله يتكلم، نرد عليه في ضوء الكتاب والسنة ومن كتب ذات نرد عليه برضه. صفحة 198 من كتاب طبقات والضيف الله، قال منهم الشيخ موسى بن يعقوب: له كرامات وخوارق للعادات، منها أنه علم منطق الطير. قال من كراماته، وبيكتب بالدارج مرات، قال: أن طيرة جاءت في كوة البيت والمشاط يمشط رأسه فسكسكت فسكسك هو لها. الطيرة قال سكسك. صفحات 197 198 الصفحتين ديل أرجعين. فسكسكت فسكسك هو لها. قال ثم جاءت طيرة أخرى فسكسكت فسكسك هو لها. دي كرامة اسمع على النهاية. فقال له المشاط: يا شيخ، سألتك بالله الذي لا إله غيره إن قلت لها وإن قالت لك. الطيرة دي قالت لك شنو وإنت قلت لها شنو، إنت قلت لها شنو هي قالت لك شنو، هو سكسكت قدامه، هو سكسك لها وده بيسأله قال لك قالت لك شنو طيرة. فقال: هذان زوجان وفقت بينهما. الطيرة الأولى بدعة شوشة، والطيرة الثانية والدبرق، وتلموا سوا قال لي: أنا صالحتهم، مش شكلين في كبابي بتاع الشاي ولا ما ضبط لا الديجيتال، المهم الشكله. بعدين شنو جاء صالح بين الطيور. انت كرامة زي دي انت مصدقها يا جنة؟ انت مصدقها؟ الناس دي يضحكوا من الكرامات بتاعت الطير دي. تبقى صوف تصدق طيرة تسكسك ليه الشيخ ويسكسك ليها، سحلية متبرجة
فار قاطع نص ضب مسطول كله تصدقوا. انا ما تبقى عقلك ما في صدق اي شيء والله تبقى شيء وتتصدق خطوه هنا. وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا اني اصلي بمكتي وكسره كان ما كسره مفتوحه يا بنا بمكتي خطوه هنا وخطوه قال في مكه. انت بتصدق كلام زي ده؟ خطوه هنا وخطوه في مكه ده داير لكبري ده ببرومه طوالي في الكعبه يا غادي. والى الله المشتكى بلاوي سايا.